أم أم خبيتي عليا الحكاية دي ليه يا فاطمة؟ عشان خفت احكي لك. وحكيتيلي ليه دلوقتي؟ عشان خفت اجي عليك اكتر. يعني انت لما جيتيلي الأوضة واتكلمنا في موضوع حمزة كان قصدك توفقي بينا علشان تتجوزيه؟ كنت عايزة اوفق بينكم عشان انتوا التانيين صعبانين عليا. فرجتكم تصعب لأي حد بيحبكم. أمي أمي ماتت أمي ماتت شايل منك؟ ايوه شايل منك، ولحد دلوقتي شايل منك. ما جيتيش زرتيني وانا في السجن، لما بنتك جات لي وقالت لي انك متي لقيت عيني بكت، يعني لساكي في قلبي حزنان عليك يا اختي، حزنان عليك يا عزيزة. يا علي في ايه يما بتبكي ليه؟ عزيزة ماتت يا علي. بحبك يا علي يا غريب. وأنا كمان بحبك يا عزيزة. بحبك يا عزيزة، بحبك يا عزيزة. وبتسيب عزيزة طول الأسبوع غصب عني، في كلية الشرطة أنا على فكرة. ماليش دعوة برضك، مش طول الأسبوع. هو مزاجها بت، هو أنا فسيحة فنادق بقول لك في كلية الشرطة وهم نظامهم كده، بقعد طول الأسبوع. بكرة اتخرج ونتجوزوا ونبقوا في بيت واحد وعمري ما هبعد عنك. قول وعد. وعد. مالك علي بيه؟ ايه اللي حصل؟ حبيبتي ماتت يا احمد، اغلى انسان عندي في الدنيا مات. راحت لربها بعد ما هدى التعب والمرض. كنا متفرجين من زمان، ما فيش بيننا لغة، بس كنت عايش.